احتشد عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعاصمة الجزائرية في مظاهرة للمطالبة بتخفيف القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في البلاد. يأتي ذلك تزامنا مع مطالبة الادعاء بالحكم بأربع سنوات خلال جلسة الاستئناف التي يحاكم فيها الصحفي الجزائري خالد درارني، والذي يتابع بتهم تتصل بمنشوراته خلال تغطية الحراك الذي شهدته الجزائر سنة 2019.